طبعا اللي كنا لسه اتربينا. بنتكلم عن اللمه، وانه ازاي ان احنا نلم الشمل في رمضان، وان الناس تتزاور وتعرف بعضها، ومش شرط بس ما بين الاهل يعني، حتى ما بين الاصدقاء. فبيحاولوا حتى المغتربين بقى بيبقوا احوج ما يكون الى ده، علشان كمان خصوصا لو في بلد مش من البلاد الاسلاميه، بتبقى الاجواء كلها هم مفتقدين الاجواء دي، فبيحاولوا ان هم يعملوا موضوع افطار جماعي للصائمين علشان يضربوا عصفورين بحجر، منها يعملوا اللمه ويعملوا الاحساس بشهر رمضان وبالاجواء الرمضانيه، والحاجه الثانيه ان هم يعرفوا غير المسلمين يعني ايه الصيام وفلسفه الصيام، لان في لبس كتير عند ناس كتيره. في ناس تقول لك يعني ايش الجوع، يعني ايش القسوه في انك خليني جوعان لمده 16 ساعه او 17 ساعه. الفكرة مش في الجوع، الفكرة هي في تهذيب النفس فعلا، في أنه قدامك الحلال وأنت مش قادر تستمتع فيه، لأنه هذا تنفيذا لأمر الله عز وجل، ومن باب التطويع، من باب يا الله الصيام صحة لوحدها، صوموا تصحوا. يعني الناس اللي بتعمل عندها أمراض خطيرة وعندها بينصحوهم بالصيام أوقات. خلينا نشوف هذا الإفطار الجماعي للصائمين في بروكسل. للإفطار الجماعي دلالات تزداد إذا ما حمل رسالة حضارية صوب أوروبيين لا يزالون قيد الحيرة من عبادة الصيام وتأثيراتها وربما قسوتها على النفس، ولذا تحرص مجموعة من العرب والمسلمين في بروكسل على إعداد موائد الخير لإطعام الصائمين الفقراء وعابري السبيل ومن فرقت بينهم المسافات، بحضور بلجيكيين تدفعهم الرغبة للاكتشاف. فرصة باش نشوف بعضنا، خاطر كل واحد يسكن في مدينة. مثال انا نسكن في تورني بعيد على بروكسل ساعه بالسياره، وكل عام من مده 4 سنين نجي، كل عام نجي كنقابل اصحابي كنحكي معاهم ونشوف بعضنا وصافي بليزير. الايقاع السريع للحياه في اوروبا يضعف احيانا اواصر التواصل، فياتي الافطار الجماعي كمحطه يلتقي فيها الخير بمستحقيه، كما ويعد مناسبه للحديث حول القضايا والهموم العربيه والاسلاميه وسط تغيرات محليه غالبا ما تتجه لاتهام ذوي الاصول المهاجره بالتشدد والانغلاق، ليثبت البعض ومن خلال هذه الموائد ان من المسلمين من يلتزم باخلاق المشاركه والمساعده والايجابيه. احنا بتجربتنا لهذه تقريبا 24 سنه تقريبا، وحنا تنقوموا بهذا العمل هذا، وبخصوص في شهر رمضان في هذه الايام الاعوام الاخيره، الاخوان اللي تنستقبلهم وتجوا عندنا تيشوفوا راسهم كانهم هما في بلادهم، تجوا عندنا جزائريين، تجوا عندنا تونسيين، تجوا عندنا مغاربه، تجوا عندنا سوريين، تجوا عندنا فلسطينيين، كانهم في بلادهم. هذه الطقوس تفيد أيضا على صعيد التقارب بين الجنسية العربية من خلال تبادل المعارف حول العادات وأنماط العيش، وتوثق للأخوة مهما اختلفت المشارب، وتستحث مشاعر الوحدة في زمن صارت فيه الفرقة إحدى تعريفات العرب. الجوانب الروحية غير محصورة بالأنماط التعبدية، فالأديان يمكن أن تكون وسيلة تواصل على قاعدة أن الاختلافات ليست بالضرورة خلافات، وإنما التنوع يزيد العلاقات الإنسانية ثراء ويؤسس لفهم الآخر بعمق لا يتقيد بالانطباعات التقليدية. سلام عطال، الغد العربي، بروكسل. نلتقي الآن مع أهم ما جاء في